القضية المهمة اللي حصلت النهاردة، واعتقد انه الملف الذي يجب ان تفخروا به جميعا، وواحد من ملفات السياسة الخارجية اللي مصر استطاعت انها تحقق فيها نجاحا ملحوظا يصل الى مرحلة الانجاز، وهو ملف العلاقات المصرية اليونانية القبرصية. الكلام ده انا بقوله طبعا على خلفية الزيارة المهمة اللي قام بها السيد الرئيس النهاردة، والحمد لله عاد منها منذ قليل بسلامة الله إلى أرض الوطن، حيث عقدت القمة الثلاثية المصرية القبرصية اليونانية في تاسع جولتها. والحقيقة أنه بقول لحضراتكم عليكم أن تفخروا بالإنجاز المصري في هذا الملف تحديدا، لأنه اختراع وفكرة وهندسة وتنظيم وإدارة وجهد وتخطيط مصري بامتياز في هذا الملف. مصر فيما بعد ثورة 30 يونيو وبرئاسة السيد الرئيس والأجهزة المصرية المعاونة قرروا أن هذا المسار للعلاقات الثلاثي المصري اليوناني القبرصي مسار مهم جدا 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 على مختلف الأصعدة، الصعيد السياسي، الصعيد العسكري والأمني، وصعيد الطاقة والثروات والحفاظ على الكنوز خاصة الإقليمية البحرية وأهمها حقول الغاز في المتوسط. واتعمل التكتيك المصري الدبلوماسي بشكل ممتاز، والتقارب المصري اليوناني القبرصي كل يوم كان بيزيد درجة وصولا إلى ما يشبه التكامل الثلاثي اللي شفناه النهاردة في هذه القمة. والدليل الكلمات اللي احنا سمعناها من الزعماء الثلاثة في مصر وقبرص واليونان. السيد الرئيس قال انه هذا التكامل وهذا التعاون في المثلث المصري اليوناني القبرصي سيعود بالاثر الكبير على الدول الثلاث، وخصوصا الربط الكهربائي اللي حصل النهاردة ما بين مصر، اتفاقية الربط الكهربائي ما بين مصر واليونان وقبرص. وللسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قال انها مقدمة للربط الكهربي ما بين مصر واوروبا بالكامل. وايضا كلام الزعيمين اليوناني والقبرصي فيما يتعلق بتقريبا تطابق وجهات النظر السياسية ما بين مصر واليونان وقبرص في كل الملفات، والحفاظ على الحقوق والثروات لكل دولة حسب القوانين والمواثيق والجغرافيا السياسية الدولية. بقول لحضراتكم هذا الملف ملف مصر تاخد فيه امتياز في سنوات قليلة، جهد كبير وعمل كبير، وبدأنا الآن نجني ثمار الفكرة والجهد والتخطيط السليم. شراكة قوية دشنتها الدولة المصرية مع كل من قبرص واليونان قبل أكثر من 7 سنوات عند انطلاق القمة الثلاثية الأولى في عام 2014، لتتوالى تلك القمم بوصول الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى العاصمة اليونانية أثينا للمشاركة في فعاليات القمة الثلاثية التاسعة بين مصر واليونان وقبرص، لتدشن مبادئ راسخة للتعاون والتفاهم في إدارة الموارد والثروات بخلاف أهميتها السياسية والأمنية لإرساء استقرار منطقة البحر المتوسط. وأشاد الرئيس السيسي بقوة ومتانة العلاقات المصرية اليونانية وأواصر الصداقة التي تجمع بين حكومتي وشعبي البلدين، مؤكدا حرص مصر على دعم وتعميق العلاقات المتميزة بين البلدين وتفعيل أطر التعاون القائمة بينهما سواء على المستوى الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثية. والتقى الرئيس السيسي رئيس وزراء اليونان، وتطرق اللقاء إلى التباحث حول سبل تعزيز العلاقات ثنائية بين البلدين على كافة الأصعدة، لا سيما الدعم المتبادل داخل مختلف المنظمات الإقليمية والدولية على النحو الذي يعكس قوة ومتانة العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، بالإضافة إلى التعاون للتغلب على تداعيات جائحة كورونا، فضلاً عن تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وتطوير التعاون في قطاعات السياحة والزراعة والاستزراع السمكي، إلى جانب مواصلة التعاون والتنسيق في مجال الطاقة والغاز الطبيعي لا سيما فيما يخص منتدى غاز شرق المتوسط. وتناول اللقاء كذلك عدداً من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها جهود مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية ومستجدات الأزمات القائمة في المنطقة، خاصة ما يتعلق بالأزمة الليبية،
بالإضافة إلى مساعي إحياء عملية السلام بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، فضلاً عن تطورات قضية سد النهضة في ضوء البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن الدولي في هذا الصدد. لا يخفى عليكم ما أصبحت تمسه آلية التعاون الثلاثي من محفل بالغ الأهمية لتبادل الرؤى حول سبل تحقيق مزيد من التطوير في علاقات التعاون فيما بين دولنا وشعبنا، وتطويرها على الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية وكذا العسكرية والأمنية، فضلا عن التشاور حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبما يسهم في تنسيق جهود الدول الثلاث لمواجهة التحديات الكبيرة التي يشهدها جوارنا الإقليمي المباشر أو الساحة الدولية ككل. ولعل المثال الأحدث هو التعاون الإيجابي القائم بين دولنا حالياً لمواجهة وباء كورونا، مع ما تمثله تلك الجائحة من تهديد غير مسبوق على صحة مجتمعاتنا وعلى جهودها لتحقيق التنمية وتحسين مستوى معيشتها. ومن هذا المنطلق يأتي التزامنا بالعمل على تنفيذ بل وتكثيف المشروعات المنبثقة عن آلية التعاون الثلاثي في كافة المجالات وعلى رأسها قطاع الطاقة الواعد. قمة تهدف إلى البناء على ما تحقق خلال القمم الثمان السابقة، وتقيم التطور في مختلف مجالات التعاون ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها في إطار الآلية، وذلك في إطار تعزيز العلاقات المتميزة بين الدول الثلاثة، بالإضافة إلى دعم وتعميق التشاور السياسي بينها حول سبل التصدي للتحديات التي تواجه منطقتي الشرق الأوسط وشرق المتوسط. وتم التوقيع على مذكرات تعاون في مجال الربط الكهربائي وقضايا تتعلق بالمغتربين، حيث سيتم وضع إطار مشترك للعمل مع برامج لزيادة التنسيق بين منظمات المغتربين في مراكز صنع القرار المهمة في الخارج. إسراء سعد، آخر النهار.